موضوعاتنا بقى نروح لها وببساطة كده نركز مع بعض، لأن محمد صلاح بقى ملك الترند في الأيام اللي فاتت. الناس كلها بقت بتتكلم محمد صلاح صح ولا محمد صلاح غلط. اللي عمله محمد صلاح في الماتشات وظهوره كان يليق بيه الأداء ده اللي كنا مستنيينه، ولا هو أخفق في أدائه؟ طب إصابته هل تستاهل إنه ما يشاركش، ولا إن الإصابة كانت بسيطة قوي وما استدعتش إنه يروح لحد إنجلترا وليفربول علشان يتعالج؟ لخص الموضوع بعد كل صح وغلط ده إن محمد صلاح نفسه نزل بوست بيتكلم فيه عن إنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل، وأهم حاجة إنه قال إن شاء الله أكون جاهز في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية، وبرضه بحبها وبحب ناسها وحاولوا أكتر، مع طبعا الإيموجي بتاع اللي يعني اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش ما يعجبوش، بس بحب بلدي وهشارك فيها في أول فرصة إن شاء الله. طبعا الكلام موقفش عن محمد صلاح، كمان مدير أعماله هو كمان نزل بوست بيدعمه فيه وبيقول إن قد إيه محمد صلاح يعني بيبذل مجهود كبير جدا علشان يكون موجود مرة تانية في من ضمن فريق المنتخب، وإن من أهم الحاجات اللي بيحاول إنه يعملها هو إنه يقف جنب مصر على قد ما يقدر لأنه يقدر يقدم. طبعا حتى كمان مدرب الفريق كلوب قال إنه ما شافش حد بيحب مصر قوي قد ما صلاح من ضمن الناس اللي شافهم في حياته، قد ما صلاح بيحب مصر. كلام ما وقفش عنده، لأن كلوب لما قال كده رد عليه فريق تاني مصري، وكان الرد الحقيقة غريب قوي. الراجل كان بيتكلم على إن في الناس اللي هو شافهم، هو شاف كام لعيب مصري محترف في حياته عشان يقول من ضمن اللي شفتهم في حياتي يعني. فده ليس تشكيك في الآخرين ولكن شهادة لصلاح. ليه إحنا بناخد كل كلام على إنه تشكيك فينا؟ الترند متواصل، دخل فيه الناس العاديين واللي بيتكلموا من قلبهم، زي ما شفنا عبد الله محمد قال عيب عليكم قوي كل الانتقادات دي، الراجل مشرفنا بره في أوروبا وهنا، كل الدعم لصلاح. ومن ضمن الكلام اللي اتنشر أحمد سعيد قال كلام مش مظبوط تماما، الشد العضلي ما بيتجريش عليه، وأي إصابة في الخلفية شد أو مزق ما بتقدرش تتني رجلك بالطريقة دي. صلاح نفسيا تعبان بعد لعبة مرموش وقبلها بعدم أدائه مع المنتخب. محمد صلاح ليست لديه أي إصابات تماما، على مسؤوليتي. يعني هل التقارير الطبية اللي خارجة من المنتخب وخارجة من ليفربول يعني حضرتك بتشكك فيها لهذه الدرجة إنه ما عندوش أي إصابات؟ المختصين قالوا إنه تصرف بمنتهى الاحترافية، علشان كده فضل في مكانه علشان يستوضح الأمر ما يبقاش فيه أثار جانبية أكبر. محمد لاشين قال بصراحة هو المفروض يروح من بدري وياخد الدفاع معاه، يروح من بدري وياخد الدفاع معاه لأن ده مش مستوى الشناوي. كده دخلنا بقى في بقية اللعيبة اللي تم انتقادهم. الشناوي بعد إصابته وأدائه اللي ما عجبش ناس كتير جدا واتريقوا عليه، رغم إن دي نفس الناس اللي مجدته قبل كده. وقال كمان من ضمن الناس اللي اتكلمت أحمد عشماوي، قال إحنا عاوزين ابننا نعالجه علشان الإمكانيات مش متوفرة، إشمعنا صلاح؟ إيه الفرق بين الشناوي؟ راجل هيرفض يسيب المنتخب، الكابتن عمره ما كان بالشارة. ربنا يشفيك يا شناوي وترجع أقوى من الأول. حالة الجدل اللي إحنا شفناها دي، سواء حتى بعد كده عن الشناوي اللي اتصاب وساب معسكر المنتخب وخرج هو كمان علشان يتعالج من الإصابة بتاعته دي، أو اللي حصل مع محمد صلاح بشكل الهجوم الكبير اللي احنا شفناه ده، يخلينا نسأل أسئلة. لكن الإجابة على الأسئلة ووضع اللعيبة كمان هتكون من خلال الناقد الرياضي الأستاذ محمد يحيى يوسف اللي معانا على التليفون. يا أستاذ محمد مساء الخير. يا مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. طب الانتقادات لما تكون من الناس العادية المشاهدين للمباراة واللي عندهم فضول وعندهم رغبة في نجاحنا، ده شيء مقبول، لكن لما تيجي انتقادات لمحمد صلاح من لاعبين مصريين ودوليين، زيدان، ميدو، أحمد حسن، شفتها ازاي دي؟ يمكن كله بيقول رأيه في موضوع أنا شايف إن هو محدش عنده معلومات كتير فيه، يمكن حالة اللغط اللي موجودة في المجتمع المصري او في الجماهير المصريه دلوقتي، سببه الاساسي هو اتحاد الكوره اللي يعني اخفى المعلومات او ما طلعش اي بيانات تفيد القصه دي من البدايه. سبب الازمه كلها ان الناس كلها المصريين كلهم عرفوا اصابه صلاح من انجلترا،
لو كان في بيان يسبق موضوع الاصابه دوت من اتحاد الكوره ان في صلاح تم اصابته وان الاصابه دي هتحتاج لمده قد كذا ودوت يحتاج ان هو هيسافر ضروري لانجلترا عشان يتعالج وفي النادي بتاعه عايز يعالجه ده ما كانش هيبقى فيها شويه مشكله. يمكن انا متبعترض شويه ومتحفظ شويه. طب وهو ليه ما عملش كده؟ احنا شفنا بيانات او تصريحات من المنتخب ومن طبيب المنتخب اللي اتكلم على اصابه صلاح في وقتها، لكن ما شفناش فعلا بيان زي ما حضرتك قلت. ليه ما صدرش بيان زي ده؟ هو ده اللي سبب حاله اللغط. يمكن هم مش عارفين يواجهوا الموضوع ازاي. هم حبوا ان هم يقولوا في البدايه ان الاصابه هتاخد من اسبوع ل 10 ايام على امل ان بعد الاسبوع 10 ايام يبقى في تحسن لمحمد صلاح ويقدر يشارك. لكن لما جم بعتوا الاشاعات العضليه لاصابه محمد صلاح لانجلترا، النادي قال ان هو ده مش شد يحتاج اسبوع ل 10 ايام، لا ده مز وممكن يحتاج لاكثر من كده، عشان كده هم محتاجين يعالجوه تحت مسؤوليتهم هم. هو ده السبب الرئيسي. اذا اللي عرض صلاح لكل الهجوم ده من وجهه نظر حضرتك واللي ما زال مستمر فيه لحد دلوقتي هو ان اتحاد الكوره ما طلعش البيان اللي يصد بيه الموضوع ويدي المعلومات للناس قبل ما تبتدي تهاجم. بالظبط، هو ده التخوف من ان يبقى فيه يعني استمراريه كثيره لصلاح في مده العلاج. هو ده اللي عمل كده، هو التخوف من النادي في انجلترا هو ده السبب الاساسي في ان هم كانوا حاولوا يخفوا الاصابه الحقيقيه لمحمد صلاح. طب وايه هي بقى الاصابه الحقيقيه لمحمد صلاح وفق التقرير الطبي بتاعه المعتمد؟ وفق التقرير الطبي المعتمد من مصر والدكتور المصري ان هو شد عضلي من الدرجه الاولى يحتاج من اسبوع ل 10 ايام علاج. لما بعتوا الاشاعات هناك قال لك لا ده عباره عن مزق، ويعتبر المزق ده بيحتاج ممكن اكثر من شهر. فعشان كده هو ده حاله اللغط اللي هي كانت باينه نوع. على اساس كده النادي بتاعه الانجليزي بعت ان هو خده وقال ان احنا هنعالجه، واول ما يخلص مرحله العلاج لو هيلحق مرحله المباراه النهائيه هيبقى موجود ان شاء الله بمنتخب يتاهل. محمد صلاح هيرجع تاني لكوت ديفوار عشان يكمل البطوله ويقدر ان هو يلعب ويشارك في المباراه النهائيه. طيب بص انا عايز اقول لك حاجه استاذ محمد، بصراحه هو كان سؤالي الاول وانا هرجع له لانه الموضوع زاد وطال لحد النهارده. لما يعني انا قلت ازاي اللعيبه الدوليين ولاعبتنا الكبار اللي هم اساسا بينزلوا الملاعب وعارفين ايه اللي بيحصل، هم دول يبقى عليهم دور في الهجوم الكبير اللي شفناه على صلاح لحد اخرهم النهارده. كابتن حسام حسن بيقول لو خفيت ما ترجعش، يعني الاصابه بتاعتك دي كانت ممكن يومين وتخف. هما في دور تاني المفروض كان على محمد صلاح غير الاستشفاء وغير ان هو يبقى موجود يبقى يلعب او ما يلعبش، ان هو بصفته المفروض كابتن المنتخب. ده الكلام حسام حسن وكلام اغلب اللعيبه، ان يبقى في دور قيادي في المنتخب ان هو بيقود المنتخب. ففكره ان هو يبقى موجود مع الفريق حتى لو مش بيلعب نفسيا بتدي دافع قوي وبتدي يعني احساس اقوى في ان انت تقدر تفوز ببطوله، تقدر تحفز اللاعبين، يقدر يبقى واقف جنب واحد لما يكون بيضعف او مصاب عايز يشد. بس هدفه اسمى هنا، هدفه اسمى ان هو ان هو يطلع يتعالج عشان يقدر علشان يقدر ينزل يلعب تاني في الماتش يكون فاعل مش بس معنوي. احنا مش شايفين برضو ان احنا عارفين هل هنقدر نصعد للمباراه النهائيه ولا لا. هي دي كانت الفكره، ده الكلام كله بتاع لعيبه الكوره. لعيبه الكوره بالنسبه لهم المعسكر هو المعسكر، خاصه ان الفتره دي في فتره اسمها فيفا ديت، بيبقى محمد صلاح او اي لاعب دولي ضمن المجموعه اللي موجوده تقدر تاخده من النادي بتاعه طبقا لوائح الفيفا. طبقا لوائح الفيفا ما ينفعش ان هو يبقى موجود، يعني يتاخد بالامر من النادي بتاعه عشان خاطر يشارك في البطوله الافريقيه زي بطوله كبيره زي البطوله الافريقيه. طيب صلاح اعلن قال انا بدات العلاج التاهيلي وان شاء الله اخف بسرعه واقدر اشارك مع المنتخب، تعتقد هيرجع ولا مش هيرجع؟ عندك اي معلومات؟ اعتقد اهم من رجوعه ان احنا نتاهل الاول. يعني هي بالنسبه لنا فكره التاهل، ممكن يرجع واحنا مش موجودين، طب انام بيه؟ انت متوقع ايه الماتش بكره؟ ده احنا متفائلين، استنى بس. احنا حتى لو ماتش بكره، يا ماتش بكره خلاص هيبقى في بعديه ماتش ثاني يوم الجمعه تقريبا، تمام؟ فهي الفكره الفتره دي ممكن ما يلحقش اصلا يرجع. لكن احنا فكره ان هو يرجع، طبعا هو هيعوز يرجع، لان ازمه محمد صلاح الرئيسيه هي فكره الحصول على بطوله مع المنتخب، لان هي دي كل مره كان بتعطله على ان هو يفوز بلقب افضل لاعب في العالم وحلم من احلامه. بالظبط ويستاهلوا الحقيقه، يعني احنا جداً هو اكتر واحد حريص على انه يكون في الصفوف الاولانيه مع المنتخب وياخد البطوله. على كده احنا كلنا كنا حريصين على كده مع محمد صلاح. لكن انا في نفس الوقت مش طريقه التعامل اللي اتعامل بيها محمد صلاح مع المنتخب في الفتره الاخيره
يعني محتاجه شويه اعاده نظر شويه منه تاني. بس احنا شفنا ان اللعيبه نفسهم مش متضايقين، شفنا بعد الماتش الاخير اللعيبه رفعت تيشيرت صلاح واللعيبه راحت هنته وكل حد كان بيجيب. هو مفيش مشكله بالنسبه لصلاح مع اللعيبه تماما، محدش قال كده، لكن احنا بنتكلم على فكره ان هو يبقى لعبه او طريقه لعبه بالنسبه له تبقى مفيده للمنتخب بشكل اكبر. ان هو انت شايفها مش مفيده؟ تواجده في جاب كبير ما بين اللعيبه في المنتخب وبين طريقه لعب محمد صلاح. طريقه لعب محمد صلاح اسرع شويه لانه واخد على انه بيلعب مع لعيبه جنبه اقوى واسرع بكثير، فهو ده اللي عامله الازمه كلها شويه. يعني انت شايف ان عدم نزوله ممكن يكون مفيد اكتر من نزوله؟ دلوقتي اقول لحضرتك على حاجه، في فرق بين ان انت بتبقي اسرع من اللي معاكي، فبالتالي الفكر اللي معاكي فكر قليل شويه. احنا خلينا نقول ونعترف ان محمد صلاح واحد من نجوم العالم، سابق جيله كله، سابق اكثر من لعيب في فرقته، فبالتالي هو في قلب المنتخب هو يعني بيجري على الكوره اسرع ما اللعيبه بتفكر فيها بباصي. يعني انا كده حضرتك قلتها بشكل غير مباشر، ان مفيش، هم مش على نفس الخط، فبالتالي بالضبط. عدم وجوده معاهم ممكن يكون تاثيره افضل، ممكن يكون لعبهم مع بعض اكثر. ولكن ممكن لعيب من اللعيبه بيبقى يخشى ان محمد صلاح مثلا لو وصله الكوره غلط، او هو محمد صلاح بصل كوره وهو ما لحقهاش، يخشى ان محمد صلاح يظهر يعني انزعاجه من ديت، فدي بالنسبه لهم هتبقى ازمه كبيره عامه في الموضوع نفسه. وضحت جدا، وضحت الفكره ان حضرتك حطيتها لنا في برواز كده، هذا هو الفرق وده ممكن يكون التاثير. شكرا جزيلا الاستاذ محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على مشاركتك معانا في ده.